لا محبابي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. المهم غيكون فيديو جديد على القناه، ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم والتعليق. ان شاء الله اليوم ندوزو انا وياكم واحد شو نتبحروا انا وماما. درنا انا وياها رونديفو غنتلاقاو في الرباط، ما تبخلوش عليا باللايكات والتعليق ديالكم. كتسمع غير كلشي كيهضر والمواز. ها يا ماما، قولي لهم السلام. السلام عليكم. القهوة هي ديال البحر ومتكون معطرة. يا سلام. ها يا ماما، ماما قولي لهم السلام. السلام. درنا رونديفو انا وعزيزة. ساعة درنا رونديفو وحدة، درناه في بلاصة لقيتها حدا مارينا، ولكن المهم أخيرا جينا للبحر. قلت لك غنوقف حدا البار. سخونة القهوة. ومعطرة. انت حكرت هاد الكاميرا، قلت لك تمسحات ليا. صدق بالعكس. شو ماما انت؟ والله الا بنت زوينة. انا بنت كيبانش. عري نمشي بانوا لك مزيان. وياه هانتوما تجيو عند هاد السيد خذهم عندو الدريوات، راه عندو زوينين ومقرمشين. هاكا خويا شحال جاو؟ عطيك ديال الختان سيدي. عيقت صاحبتي. صافي طيحات كاس القهوة. طيحاتها. جبت عليه فكرة شكرا عطيتني بنادم. ماما تا هي دابا خصنا ندير هاد التلفاز باش تكون تبقى حبيبي. انت قاعدين تحكي ليه؟ ما توركش عندي ما بغا كاع يدوب هذاك العصير. الله يجيب التيسير، الله يجيب التيسير اخويا. على بريوة مالحة بريوة بريوة. ماما قلت لها تنسى تحضر بها بالكرة، قالت لي ما طيحوا لي بنادم باش ما يعاودوش يدوروا بها. هي قالت لك والو بغينا بريوات خديناهم مالحين، انا خديتهم الكفتة حارين. بسم الله بعدا. دورين هي كذات بريوة ديالها، قالت لك خديتي الدجاج دورك عليها. شوف حط حنا في البحر دابا ديال الرباط، نمشيو تسلا. واخا انا كيعجبني البحر ديال الرباط ديال سلا. هي عجبتك هذا نعطيها لك. تنزعي عليا تنزعي عليا خالتي. واش شتي دابا؟ اه اه حيدي هذا الدم مشاهدي. حيدي حيدي. لا خويا خويا. تعطاش لي انا ما عندكم شي خوتكم كيجريسيوكم بحال هكا؟ حيت نتا ما شاشش ليا وحده بالعاني، حيت كنت كلتي ما كنتش كلتي. ندمت نفس عيب. لا صافي راه عيقته. معتمد كيعوم تا ديتو درت ليه الفوطه، قال لك انا مزاوقه ماما خليني نزيد نعوم. ايوا ديتو عشان ما كنغفلش عليه، كنبقى حداه حتى نشفت عاوتاني بزكت دابا. نايل حوايجي بزكو عاوتاني. الدراري خصهم الحضيه بزاف. صافي معتمد غير تما، صافي ما تزيدش مازال. نعوم وقف زكت عاوتاني، والله انت كنشف وكن ها؟ شنو نديرو بخشبة؟ سير تعوم معتمد.
الله لحد عاوتاني غنمشيو عند انور يديك عاوتاني الهديه عاوتاني نهار اخر نديك للبحر حتى تشبع البحر صافي. اليوم غنكحل ماشي غنكحل بحال هي تولي كان كان صافي راه تحرق ما حسيتيش بعدا راه يخلص الكرش. لا لا عطيني هذه تحرق لا اسمي لا وزك صوتك كتسمعي غير كلشي كيهضر والمواج الله يرحم مساكن هاد اللي في هاد القبور اجي مع سامي مع سامي البنات كما كتشوفوا هنايا هاد الولد هذا مشينا عنده داكشي زويون حنا اختارينا المنيو هذا الويت بوتشي فيه لانشون بانينيتون هابريشا وعصير سيترون 22 درهم قلنا ندوقوا ونشوفوا هاد المنيو ساعات تبارك الله تصدمنا حنا كيسحب لنا كل حاجه منا شويه شويه صغيورين ساعات تبارك الله بانيني كبير البهاب ديما هبريشه ديك عامره ديك الخبزه والله الا مطرطقه فيها الكتا والبيض وهذاك الميني تاكوس وتبارك الله والله الا كلينا معتمد راه ساندويتش ديالو كلا واحد ودا الاخر للدار تدير به الكوتي وواحد بقى قال لك حتى لغدا ونسخنو اما انا اللي كليت صراحه مهم احبابي مهم شنو نقول لكم جابنين وشوفوا عيشوا اللحظات مع والديكم ومهم انا صراحه ما كرهتش نعيش معاهم بجوج بحكم بابا حيت خدام وهذا ولكن صراحه الوالدين كتخرجي معاهم بالاخص ماماك تخرجي معاها تضحكي معاها نساو عليكم الطاقه السلبيه وخا صراحه انا من الناس اللي بعض المرات تنعيش المشاكل ماشي دائما ولكن البنات الاهم من هذا الشيء كامل اني دائما كنخلق السعاده كما كتعرفوا برج الاسد راه يبكي وشويه تلقاه يمسح وصافي مسح دموعه وكيضحك وناشط ما كيبقاش عايش
انا هاد النوع انا هكذا ما كنعيش حاله حزن. والانسان ياكل، شوفوا ماشي ضروري ياكل شي حاجه غاليه باش يتسمى خرج ولا كلا ولا باش يدير ستوري. اهم حاجه انك تاكلي مع الناس العزاز، وهذاك اي حاجه، اي خذلان، اي مشاكل، شي حد حسيتي الناس ما كيبغيوكش، ما اختي انا ما كيهمنيش يبغيوني الناس، الا بغاتني غير وماما فهذيك في الكفايه. راه بحال بغاك العالم كامل الا خرجتي مع ماما وشفتي هاك كتبتسم لك في وجهك. هذيك هي ثم البنات هالمحل اللي بغيتي تجيو عند هاد الولد هذا، وعقلوا عليها قول لهم شنو سميت المحل ديالك. سلاك المدينه. صافي سلاك المدينه مول بوتشاب. ها واحدة مول هاد الساندويتش هذا. بغيت مول الحلوة. اه انتم قدام هاد مول الحلوة ومول الكاف. صافي. ها هو. اونفاس معاه. وخلصي. عطيتو خلص خلصنا الصرف. انا حاضر معاك توا خلصي. صافي حبستي. ايوا اختي بغينا نطلعوا عاوتاني الطاقه الايجابيه ونحيدوا الطاقه السلبيه، نمشيو نشوفوا الذهوبات اللي علاقه جهتنا علاقه جيبنا. مشينا ضربنا ضو، ضربت دويره في هذا المحل هنا. ماما صافي سلمت عليها، مشات عييت معها تمشي معايا للدار. راجلي قال لي رغبيها جيبيها معاك، ساعه ما بغاش تمشي، عندها واحد الوليد مخليها في الدار. حتى نوري لكم تمشي عنده من عندها نوري لكم. ايوا حبيبي صافي جيت انا ومعتمد ضربنا دويره عند هذا الولد، عنده داكشي زوين في المتناول. ضربنا دويره طلعنا الطاقه كما قلت لكم الايجابيه. هادشي الذهوبات اختي ذهوباتنا. ماما اللي عارفه ذهوباتنا. ايوا جينا ضربنا واحد عارفه القصه، حتى شي مره نعاود لكم هاد القصه تكون معايا ماما. ايوا صافي ضربت الدويره هنايا، وداك الولد البنات والله الا عنده الماكله نقيه، اهم حاجه نقيه وبنينه. واخا الاذواق تختلف ولكن والله الا بنينه والماكله اهم حاجه. انا كتعجبني النظافه، الدري نقي، الطابله كتمسح، اش نقول لكم الكيسان كيلمعوا. والله الا مشيت انا شي ريستو زوينين وما عجبنيش السيرفيس ديالهم، هذا والله الا عفتي ضريف. المهم احبابي هنا غادي نودعكم، ما تخلوش عليا باللايكات ديالكم والتعليق، ومع السلامه.